أقامت وزارة الدولة لشؤون الإعلام بالتعاون مع جمعية الصحفيين البحرينية ومركز الأمم المتحدة للإعلام في الخليج العربي حفل استقبال بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وحضره عدد من الصحفيين والإعلاميين والمهتمين. أولاً هذا اللقاء يجمع الجسم الصحفي في يوم يعتبر يوم مميز بالنسبة إليهم، فهذا اللقاء يدعم وجودهم، يدعم مطالبهم، يدعم بناء علاقات قوية ما بينهم ليؤسسوا عملا أو أداء عمليا أقوى. هذا يجب أن يكون عرفا يستمر باستمرار. الموضوع الآخر في هذه المناسبات عادة ما نطرح أو من المهم أن نطرح فيها أهم القضايا التي تمس الجسم الصحفي أو الإعلامي أو ما له علاقة بهذا الجسم من الحريات والممارسات. فأعتقد في كلمتي استطعت أن أوضح أن هناك تشويها متعمدا ضد البحرين وما تتمتع به الصحافة البحرينية من سقف عالي للحريات وحرية التعبير عن الرأي كإعلام وكمجتمع حقيقة. وما صدر مؤخرا في بعض التقارير التي لا تحسب المعايير الحقيقية التي تهم الشعوب وتهم ثقافات الشعوب ولها علاقة مباشرة بواقعهم بمجتمعاتهم وتبني رؤى يعني بناء على توجهات سياسية، أن نحن نرفض هذا النوع من التقارير ونصر ونؤكد أن البحرين تتمتع بأعلى سقف من الحريات وسوف ندعم هذه الحريات بالمزيد من التشريعات أيضا بالإضافة لما هو موجود الآن، وهو يعني شيء أصيل وليس شيئا مصنعا في البحرين. نحاول أن نثبته في ثقافة المجتمع، نحاول أن نثبته بأسلوب يحمي المجتمع ويحمي أمنه القومي ويحمي السلامة الجميع. فهذه كلها ضمن التشريعات الدولية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية. كما ألقى أيضا السيد نجيب فريجي مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام لبلدان الخليج العربية كلمة أوضح فيها ما يميز الصحافة البحرينية مقارنة بدول أخرى نسبة لوجود المشروع الإصلاحي لجلالة الملك. ومن بعده ألقى السيد مؤنس المردي رئيس جمعية الصحفيين البحرينية كلمته ليوضح المساحة الواسعة للتعبير عن الآراء في مملكة البحرين. أهمية هذا الاحتفال هو تأكيد بما يملك الجسم الصحفي من حرية في الصحافة البحرينية، وهذا اللقاء اليوم أيضا نريد أن نطور هذه الحرية عشان نذهب إلى منطقة أبعد إن شاء الله في المستقبل القريب. نحن اليوم نحتفل حالنا في دول العالم، نحتفل بحريتنا، نحتفل بالصحافة البحرينية، هذه الصحافة العريقة اللي لها تاريخ وطني في مملكة البحرين، ونحن فخورين كهذا الجيل، احنا جزء من هذه الصحافة الوطنية. اليوم احنا هذه أهمية أيضا هذا اللقاء اليوم مع الإعلاميين والصحفيين في البحرين، نريد أيضا أن يعني نشوف المعضلات اللي قد تصيدنا في المستقبل وكيف احنا نتعامل معها في المنظور القريب. هذا الحفل يلعب دورا كبيرا في توضيح اهتمام واحترام مملكة البحرين لحقوق الصحفيين وهذه المهنة التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من أي منطقة.